هاي. إشارات السير الضوئية لها فوائد كبيرة على السلامة العامة وحركة السير. تشتغل هالإشارات على نظام موزع حسب الوقت، وبتتغير عادة البرمجة حسب الذروة بحركة المرور. الإشارات الضوئية بعدد من البلدان المتطورة تشتغل اليوم بنظام أوتوماتيكي باستخدام سنسورز لكشف حجم المرور الداخلي بالتقاطع، وبالتالي تمديد وقت الإشارة الخضراء أو إيقافها بحسب الحركة المرورية. ومدة الضوء الأخضر لأي اتجاه تختلف بكل دورة زمنية ومن موقع للتاني لتكون متناسبة مع حجم المرور الداخل للتقاطع. وهالبرمجة الأوتوماتيكية بتساهم بتخفيف الازدحام المروري، توفير الوقت وتقليل الحوادث على الطرقات. مين قال إنه عدد من الدول تستخدم الساعة يلي بتبين للسائقين الوقت المتبقي حتى ابتداء الإشارة الحمراء؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.